بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ مع بعض شرح برنامج الأوتوكاد. لو بدأنا نعمل دبل كليك على الأيقونة بتاعت الأوتوكاد اللي موجودة على الديسكتوب، المفروض إن تظهر لنا شاشة البداية اللي قدامنا. بختار منها الورقة البيضة اللي موجودة قدامنا ديت، واختار منها نظام الوحدات اللي احنا هنشتغل بيه اللي هو نظام امبريال، واقول له اوكي. بص حضراتكم كده، لو فتحنا برنامج الاوتوكاد للاسف الشديد اول ما بنسطب الاوتوكاد اول مره شاشه البدايه ديت مش هتظهر اللي احنا اتفقنا عليه اللي هي موجوده قدام شاشه البدايه ديت، لازم تظهر معانا عشان ما يحصلش مشاكل في الاوتوكاد بعد كده. بسيطه قوي الكلام ده، مش هيحصل الا اول مره نسطب فيه الاوتوكاد. هروح كاتب هنا امر اسمه ستارت اب، ستارت اب، انتر، واقول له واحد، انتر، واقفل الاوتوكاد. واقفل الاوتوكاد وافتحه تاني. ظهرت لنا شاشة البداية وراح قايل اوكي. يبقى احنا اتفقنا كده ان شاشة البداية دي لو ما ظهرتش هنروح كاتبين الامر ده ستارت اب انتر واحد انتر، ونقفل الاوتوكاد ونفتحه تاني. تقوم تظهر لنا الشاشة الرئيسية للبرنامج، بس للأسف الشاشة اللي ظهرت ما هيش نفس المنظر اللي قدامنا. فهروح جايين على الأيقونة اللي هنا كده ومغيرين الاسم، بدل ما هو الاسم اللي موجود نختار أوتوكاد كلاسيك. بص حضرتك كده، الشكل اللي قدامنا ده مش شكل الأوتوكاد الكلاسيك العادي، فهاجي من الأيقونة دي كده أغيرها وأخليها أوتوكاد إيه؟ كلاسيك، يطلع لنا نفس المنظر اللي إحنا هنشتغل بيه. كده يا فندم اللي أنا عملته ده بنعمله مرة واحدة بس أول ما بنسطب الأوتوكاد أول مرة، والدليل على كده حاجة واحدة، لو أنا قفلت الأوتوكاد ورحت فاتحه تاني شاشة البداية هتظهر وشاشة الأوتوكاد كلاسيك هي اللي هتبقى قدامنا. تمام كده؟ طيب الشاشة اللي قدامنا دي بتتكون من أربع حاجات: قوائم موجودة فوق، شريط أدوات موجود على الشمال وعلى اليمين، وفي سطر أوامر موجود تحت، وفي مؤشر ممكن نحركه، ده القلم اللي احنا بنمسكه. اتفقنا مع بعض في حالة عدم ظهور شاشة البداية. الحاجة التانية، خلفية الشاشة اللي بتظهر قدامنا خلفية سوداء، طب ممكن أغيرها؟ ممكن أغيرها منين؟ لو أنا دخلت من قائمة تولز أوبشن، في حاجة هنا اسمها ديسبلاي كلر، وممكن ألعب أنا في اللون اللي أنا عايزه وليكن اللون الأحمر، وأقول له أبلاي أوكي. بس طبعا أنسب لون ممكن نشتغل عليه هو اللون الهون الأسود. من قائمة تولز أوبشن display color، واختار من هنا اللون الاسود. في الابيض برضو، بس الابيض هتلاقيه متعب برضو للعين شوية. لا، هو انسب لون. قائمة tools option display color، واختار من هنا اللون الاسود. تمام كده، كده البرنامج بتاعنا او الملف بتاعنا او الاوتوكاد بتاعنا جاهز ان احنا نبدأ نرسم عليه. على فكرة طريقة ادخال الاوامر جوه الاوتوكاد ثلاث طرق: لا اما اجيبه من القائمة، افتح القائمة واجيب الامر، او ان انا ادوس على الايقونه من شريط الادوات، او ان انا اكتب اختصار الامر من سطر الاوامر زي ما هنشوف بالظبط. من ضمن الرسومات اللي احنا هنتدرب عليها رسم الواجهات زي اللي موجوده معانا ديت. من ضمن برضو الرسومات اللي هنتدرب عليها القطاعات، قطاعات في العمدان سواء دائريه او مستطيله، قطاع في السلم او قطاع في الكمرات. هنبدا نتدرب برضو على تسليح السوليد سلاب وتسليح الفلات سلاب مع السوليد سلاب، ورسم المحاور والأعمدة، ورسم الأساسات بتاعتنا بالجداول، وهنبدأ نتعلم رسم السلالم بجميع أنواعها، السلم القلبتين والثلاث قلبات والسلم الهيليكال، وهنبدأ نتعلم مع بعض رسم المعماري يا باشمهندس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.